عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، يوتر بواحدة، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ركعتين، يقلل أو يكثر، لكن في النهاية يصلي ركعة واحدة توتر له ما صلى، وأن الأفضل أن يصلي صلاة الليل وأن يصليها مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وإن سرد الوتر ثلاثا بسلام واحد أو الخمس بسلام واحد أو السبع بسلام واحد أو الإحدى عشرة بسلام واحد جاز هذا، وهذا يسمى وتر. أما التهجد فإنه مثنى مثنى، تهجد من الليل مثنى مثنى، أما الوتر فهو كما ذكرت لكم، إما واحدة وإما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما إحدى عشرة وإما ثلاث عشرة، وكونه يسلم من كل ركعتين أفضل، ويوتر بواحدة هذا أفضل، لأنه أكثر في العمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أفضل من سردها بسلام واحد. نعم. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، يختم بالوتر، ما يوتر في أول صلاة الليل ولا في وسطها، وإنما يوتر في آخرها، يجعل الوتر في آخرها.